كيف الله سبحانه وتعالى جعل لنا طرق أن نبين ما هي المصالح وما هي المفاسد. جعل الله في هذا الشريعة العظيمة طرق وأصول وقواعد لبيان المصالح والمفاسد. فالحسن عندنا ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. هناك مصالح واضحة معروفة من جهة الشرع، وهناك مصالح تعرف ومعروفة من جهة العقل. ما خفي عندنا طرق من الكتاب والسنة والإجماع والقياس لمعرفة هذا الأمر، هل نلحقه بالمصالح أم نلحقه بالمفاسد. وكل هذه الأصول بيّنها الله أو أصل لها الله أو أنزلها الله في القرآن العظيم. ومثال ذلك لما حرم الله الشيء القليل ولا تقل لهما أف، إذن فما فوقه كان أعظم منه حرمة. ولما أحل الشيء الكثير إذن ما أقل منه داخل في هذا التحليل. وهذا يدل على أن منزل هذه الشريعة، أن منزل هذه الشريعة حكيم سبحانه وتعالى.